أستاذة طردت بطرد تعسفي كيبين لنا هشاشة التعاقد في هذا المجتمع ديالنا بسبب الحالة المرضية ديالي أي حالة اكتئاب حاد تم الطرد ديالي أو العزل. ما أديتش شهادة طبية في الأجل ديالها المحدد، تم العزل ديالي بطريقة شفوية. مشيت الأكاديمية كان نقول لهم باش نرجع للخدمة ديالي، تيقولوا لي ما كاينش، ما غاديش ترجع للخدمة ديالك، تم العزل ديالك. كنقول لهم عطوني الوثيقة كتبت العزل ديالي، ما بغاوش يعطوني الوثيقة. من 2019 حتى 2020 في أكتوبر عاد كيعطوني العزل، اي وثيقه كتبت الطرد ديالي التعسفي. بسبب الاكتئاب الحاد اللي كنت كنعاني منه ما قدرتش ندي الشهاده الطبيه في الاجل ديالها المحدد، ولكن رغم ذلك راني اديتها وبررت ديالها، يعني من مورا تقريبا شي شهر جبت الشهاده الطبيه وحطيتها في الاكاديميه. يعني من هذا المنبر كنبين بان الهشاشه التعاقد راه كاينه ومازال التعاقد كاين في المغرب. يعني غير كنتسماو دوك اطر الاكاديميه غير بالفم، ولكن راه باقي التعاقد كاين في المغرب، وكنطالب انني نرجع للوظيفه ديالي. اليوم تاتي هذه الندوه الصحفيه الوطنية المنظمة من طرف التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش أسفي من أجل تسليط الضوء على قضية عزل كل من الأستاذة إيمان العروشي والأستاذة جيهان حافظي عن مديرية الصويرة بجهة مراكش أسفي. عزل الأستاذتين جيهان حافظي والأستاذة إيمان العروشي دليل على هشاشة نظام التشغيل بالتعاقد، وعلى أن التشغيل بالتعاقد لا زال قائما إلى يومنا هذا، حيث أن الأستاذة جيهان حافظي تم عزلها بموجب المادة 46 من النظام الأساسي لما يسمى بأطر الأكاديميات، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 شتنبير 2018، علما أنها لم تتوصل بقرار العزل كتابيا إلا سنة 2020 في الوقت الذي تتبجح فيه وزارة التربية الوطنية بأن التشغيل بالتعاقد لم يبقى قائما، بحيث أنه بالرجوع إلى المادة 46 من هذا النظام الأساسي الذي لم يبقى معتمدا نجد على أنه يتم فيه فسخ العقدة نظرا ل بعض الأمور التي لم يتم تقدير فيها الحالة الصحية للأستاذة جيهان حافظي، بحيث أنه هذا النظام الأساسي لم يبقى معتمدا منذ 15 مارس 2019 لكن طبق ونفذ في حق الأستاذة جيهان حافظي وتوصلت بقرار العزل في أكتوبر 2020. هذا دليل على أن التشغيل بالتعاقد لا زال قائما، وعلى أن أكذوبة إلغاء التعاقد ليست إلا تضليلا للرأي العام الوطني. بخصوص قضية الأستاذة إيمان العروشي، كذلك وزارة التربية الوطنية في شخص المديرية الإقليمية بمديرية الصويرة خرجت ببيان توضيحي تقول فيه على أن الأستاذة إيمان العروشي لم يتم عزلها. إذا كان الأستاذة إيمان العروشي لم تعزل، لماذا الأستاذة إيمان العروشي طلب منها سليم مفاتيح القسم ومغادرة القسم، مما جعل تلامذتها وتلميذتها يعيشون هستيريا من البكاء في لحظة إنسانية من الصعب تقبلها على أولئك التلاميذ والتلميذات، بحيث أن الأستاذة إيمان العروشي اليوم هي تعتبر معزولة من عملها، بحيث أنها اليوم لا تقوم بعملها. الأستاذة إيمان العروشي طلب منها بطريقة تدليسية استكمال ملف التوظيف، علما على أنها ملفها لا تنقصه أي وثيقة، والدليل على ذلك هو أن تلقت المنحة طيلة تكوينها، بل أكثر من ذلك تلقت رقم التأجير الخاص بها وشاركت في الحركة الانتقالية وتم تلبية طلبها، حيث انتقلت من مديرية الصويرة إلى مديرية الحوز بالنسبة للموسم القادم، واشتغلت لمدة ما يزيد عن نصف موسم دراسي لتتلقى في نهاية المطاف قرار عزلها بطريقة ملتوية واحتيالية، مما يجعلنا أمام هشاشة نظام التشغيل بالتعاقد. مع كامل الأسف اليوم ندين وبشدة كمجلس الجهوية التنسيقية للجهوية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الحكم الذي تم تأييده على الأستاذ خالد بوغمازي عن مديرية شيشاوة، بحيث أنه تم الحكم عليه بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، لا لشيء إلا لأن الأستاذ خالد بوغمازي نشر بيان التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على صفحته الرسمية. إذا لدينا أساتذة وأستاذات يعزلون، أساتذة وأستاذات يتابعون، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقهم العادل والمشروع في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. وإذ تأتي هذه الندوة الصحفية اليوم فهي تأتي من أجل تسليط الضوء بدرجة الأساس على عزل كل من الأستاذة إيمان العروشي والأستاذة جيهان الحافظي، وكذلك تبيان مدى هشاشة التشغيل بالتعاقد الذي لم يخلق إلا الاحتجاج في قطاع التربية الوطنية وكذلك لم تنتج عنده إلا الهشاشة داخل قطاع حيوي ألا وهو قطاع التربية والتكوين. من داخل هذه التنسيقية نطالب بالرجوع الفوري دون قيد أو شرط لكل من الأستاذة إيمان العروشي والأستاذة جيهان حافظي، وكذلك التراجع عن التشغيل بالتعاقد المشؤوم الذي لم يخلق إلا الهشاشة وإلا الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية، ونطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائنا القدامى، لأننا نشتغل في نفس القطاع وبالتالي من حقنا أن نستفيد من نفس الحقوق إسوة بزملائنا القدامى. أولا عندنا ملاحظات شكلية حول القرارات ديال التوقيف ديال
أستاذتين مفروض عليهم التعاقد، وهذا اللي كيبين بأنه نحن أمام خلال واختلالات قانونية. كنعرفوا بأنه في جميع الأسلاك ديال الوظيفة وحتى في القطاع الخاص فما كيكونش العزل إلا بعد اتخاذ واحد المجموعة ديال الإجراءات وواحد المجموعة ديال إلا بغينا نقولوا أولا كيبان بأن هنا ما كايناش هيئة اللي ممكن أن تدافع على حقوق ديال هاد الشغيلة هذه. الحاجة الثانية محرومين من الحق بالدفاع على نفسهم في هذه القضية هذه. ما كاينش ما يسمى باللجان الثنائية أو مناديب العمال اللي هي اللي مختصصة عقد المجالس التأديبية، وهذا الشيء كنعرفوه. ما كاينش تدرج، يعني ما كاين لا إنذار لا هذا لا هذا، مباشرة كنجيو لأقصى العقوبات واللي هي العزل واللي هذا. النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها هو أنه احنا أمام فئة تقوم بنفس المهام ديال 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 التدريس كيف كيقوموا بها الزملاء المحسوب اللي في إطار الوظيفة العمومية. كيفاش؟ كيخضعوا للتكوين، نفس التكوين مدة سنة، عندهم نفس الدبلومات الإجازة أو ما فوقها، كيقوموا بنفس المهام ديال التدريس، يعني الحصص ديال التدريس، نفس المستويات اللي كيدرسوا. إذن جميع ما يقوم به الأستاذ في الوظيفة العمومية يقوم به الأساتذة المفروض عليهم التعاقد. إذن نحن هنا أمام فئة تشتغل وبنظامين أساسيين مختلفين، وهذا خرق وهذا اختلال قانوني بارز. يجب أن يتم توحيد هذا النظام هذا، وبالتالي يجب إدماج هاد الناس في الوظيفة العمومية، وهذا هو المطلب ديالنا دفاعا أولا على حقوقهم، لأنهم في هذا النظام ديال الهشاشة كيبين، هذا النظام ديال التعاقد كيبين الهشاشة، كيبين بأنه ما كايناش السلك ديال المساطر القانونية في إطار عملية العزل إلى غير ذلك، ما كاينش إمكانية ديال الطعن في هذه القرارات هذه، القرارات تتخذ خارج إطار ديال المجالس التأديبية اللي خصها اللي كاينة. ثانيا أنه ما كتعطاهمش حق الدفاع على نفسهم. نقطة أخرى هو أنهم ما كيتمتعوش بواحد العديد ديال الحقوق اللي كاينة عند الموظف العادي في القطاع ديال التعليم واللي كيخضع للنظام الأساسي والوظيفة العمومية، اللي هي الحق في الانتقال بالنسبة لاجتياز المباريات كذا. كاين واحد 8 ديال النقاط هما كيعرفوا أحسن منا اللي كتميزهم وبالتالي على الفئة الأخرى. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.